شيد دكتاتور رومانيا السابق تشاوتشيسكو داخل قصره نصباً غريباً، أما الآن فهناك متحف داخل القصر بمثابة ثورة. ما زال يوسف كيرالي يتذكر زمن أمر تشاوتشيسكو ببناء قصر في وسط بوخارست، وكان القصر أكبر مبنىً في أوروبا. الجيل الشاب يستخدم القصر الذي يرمز للترف المبالغ فيه كخلفية لالتقاط الصور، وقد التقط كيرالي صوراً عديدة له، وحلت فرصته لعرض صوره في رومانيا. والمفاجأة هي أن المتحف الوطني للفن المعاصر موجود داخل القصر المسمى بيت الشعب، ويعيد المتحف اكتشاف الفنانين كاليندان ويوسف كيرالي بعد مضي وقت طويل على شهرتهما العالمية. قبل عرضنا لأعمالنا في المعرض لم تكن أعمالنا معروفة في رومانيا، وكانت أغلب الأعمال المعروضة تعرض لأول مرة في رومانيا. الفن الحر كان ممنوعاً في عهد تشاوتشيسكو، وعندما بدأت الحقبة الجديدة في بداية التسعينيات وبدأ التأمل في الماضي كان القبول الشعبي ضعيفاً. هذا هو نموذج لبناء القصر كما كان في عقد الثمانينيات، حين توجب على الآلاف مغادرة منازلهم ولم تبقى سوى كلابهم. موناليزا المزدوجة، مصاص دماء فلاتر فيلر، سيطر في القرون الوسطى على الإمارة وقضى على أعدائه، وهو الشخصية التي استلهمت فيما بعد لخلق شخصية مصاص الدماء دراكولا. وتمت مقارنة تشاوتشيسكو سرا به، فقد كان ديكتاتورا قبل الإطاحة به عام 1989. ويعرض الفنان كيرالي في معرضه كيفية تمكن الديكتاتور من الحفاظ على سلطته، فقد قام بدراسة ملفات الشرطة السرية والأمن. العمل الذي يحمل عنوان الحياة الثانية في الحقبة الشيوعية يعتمد على لعبة كمبيوتر، لأن الملفات الموجودة في دوائر الأمن أثرت لكثير من الناس أن لديهم حياة أخرى مختلفة من وجهة نظر دوائر الأمن التي كانت تراقبهم. يتعاون كيرالي مع دائرة أرشيف الحقبة الشيوعية، وقام بدراسة ملفات الضحايا واستخلص المعلومات من الصور الموجودة فيها. مئات الآلاف من الأشخاص سيطروا بالإرهاب على حياة الشعب وأجبروه على العيش في ظل نظام قمعي. لم يكن التعامل مع كل هذه المواد سهلا، لأنها تمثل عبئا وتحتوي على تفاصيل مرعبة، وأردنا تجنب التعامل مع المواد بسطحية، ولكننا لم نرغب بتحويلها إلى موضوع للإثارة. يعود كيرالي إلى أماكن تمت مراقبة الناس فيها من دون أن يشعروا، وقام بتصوير الأمكنة من منظور رجال الأمن بهدف توضيح أهداف الشرطة السرية التي خنقت المجتمع وأزهقت أرواح أعداد لا تحصى من الناس. خبراتنا أثناء الحقبة الدكتاتورية موجودة في وعينا جميعا، وعندما نتذكرها ونحاول فهمها فإننا نخلطها مع الفترة التي أعقبت الدكتاتورية ومع الزمن الحاضر الذي نعيش فيه أيضا. الصور السرية التي التقطتها دوائر الأمن قضت على روح النظرة البريئة للمناظر، لأنها تستدعي الذاكرة الشخصية لتلك الحقبة. اليوم تبدو إمكانيات المراقبة أكثر حرفية، فكيرالي يستخدم صوراً من محرك البحث جوجل، وهو يحذر من أن تتحول التكنولوجيا إلى أداة للقمع. ورغم ذلك فالقليلون في رومانيا يشاركونه رغبته في المزج بين الفن وتأمل الماضي.